هذا الام بي كي المغذي، سماد ما ادري شنو تسمونه، ملعقه وسط، هذا الملعقه الوسط اللي نشيل فيها الشكر، مو اللي نحوس فيها الشاي، لا اللي نشيل فيها الشكر. ناخذها ترس كاهي. انا طريقتي ان انا احطه بجلاس في البدايه، وهذا الجلاس الحين ناخذه معانا للماي. توني مغسله الماي ماي خالد. اوكي احط عليه الماي الفلتر علشان اتاكد من ذوبانه انه ذايب 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 ذايب. احب انه يكون ذايب مره واحده، ما اشوف فيه اي تكتلات اي شيء. وشوفوا انا هني مجهزه اكثر من واحد، هذا الحين قاعد اذوبه وهذا ذايب جاهز. شوفوا ما في اي تكتلات نهائي. احطه بالمطاره اللي راح تسوي لي لتر ماي. هذا المغذي جاهز. نشوف هني مشاهديني، انا جهزت لتر ماي مع قفشة ام بي كي الجاهز، هذا اللي يعطونا اياه محلو بودر اخضر. هذا موجود بكل دول العالم اظن انه معروف، وهذيل النباتات اللي راح اسقيهم او سقيتهم. نشوف الطريقة. طبعا انا احط جهز لي الغلاف، اصب فيه نص الكمية، نص كمية هذا. وهذا النبتة اللي بالحوض الديكور، نشوفها شلون عطشانة تبي تشرب ماي. كامل الحوض مالها، اصب لها بالربع الاخير، كعصار ربع الاخير. ليش؟ علشان الجذور بس هي اللي تشرب ماي، وسطح التربة يتم معاي ناشف علشان ما نعطي مجال حق الحشرات ان هي تكبر. نخلي سطح التربة ناشف، الجذور هي اللي تشرب ماي، فنعطي حق الجذور ماي، ما نعطي حق التربة كلها علشان لا تتيمع لي الحشرات. قلت المعلومة مرتين.